هنزرع دلوقتي تقوي الطماطم في الصواني. الأول بجيب البذرة بتاعتي زي ما قلت لحضرتك اهو، تكون هجين بذرديا، ونبدأ نشوف بنجهز الصينية. الصينية دي طبعا لو أول مرة بحط فيها البيتموس على طول، تروح تطلب بيتموس من الراجل بتاع المشتل، ماشي اهو، بنحط فيها البيتموس، تمام، بيتموس عادي من بتاع المشتل، بس قول له جاهز، يعني قول له جاهز عليه فيرموكلايت وكل حاجته جاهزة، هيديك 2 كيلو ولا حاجة. الصينية دي مبتشيلش أكتر من 2 كيلو، أكيد نص كيلو كمان يكفيها لأنه خفيف جدا اهو. بنملاها بس ما بنكبسهاش يا جماعة، يا ريت ما نكبسهاش، ما نكبس البيتموس عشان البذور ما تغرقش. وبنبدأ نزرع الطماطم بتاعتنا زي ما انت شايف كده هون، حباية بحباية، كل عين فيها حباية بذرية، ماشي. بنبدأ البذر كده، وبعد ما هنكملها بنبدأ نغطيها، تمام، برضو بيتموس زيه، هوريك الطريقة ازاي. طبعا احنا في المشاتل بنعمل كميات كبيرة جدا، وليها فيديو برضو على اليوتيوب عن زراعة المشتل. بنزرعها كلها، هي الصينية دي 80 عين في 209 عين، ممكن تجيب صينية، الصينية دي 18 جنيه على فكرة فوم، بتجيبها من اي مشتل هيديها لك، وممكن يديها لك وخلاص كده من غير اي حاجة، يعني لو بتاع مشتل جدع يعني، وما اكتر الجدعان في مصر المحروسة. المفروض في بطمس جاهز وفي بطمس بتحط عليه فيرموكلايت، فانت بتروح للراجل بتاع اي مشتل، حتى بتاع مشتل الزينة، وقول له انا عايز ازرع ايه، عايز ازرع طماطم، فهيديك البيتموس ده. البيتموس ده بيدي قوام اسفنجي للصينية، وبالتالي النبات بيطلع في الصيف. الطماطم المفروض على تالت يوم يا جماعة بتكون بدأت تنبت، مجرد ما تنبت بنبدأ نعريها. الصينية دي هنغطيها بكمان صينية زيها بعد، بنزرعها كلها هون. بيتموس قلت بتجيبه جاهز، بلاش تدخل نفسنا في المتاهة بتاعت الفيرموكلايت، وان انا اخلط ده على ده والكلام ده، اقوله عايز بيتموس معقم جاهز يتزرع. لو انت عندك توبسين برضو ما تأمنش لبتاع المشتل، لما تجيب البيتموس حط عليه معلقة شاي صغيرة كده توبسين، وابدأ طهر بيه برضو التربة اللي انت هتجيبها، مفيش مشكلة في معلقة توبسين يعني، تمام. بنبدأ بقى كل واحدة بننزلها كده، طبعا فيه مكان بيزرع الحاجات دي، او فيه حاجة معينة اهو بندوس عليها كده هون، تمام، يعني دوسة بسيطة خالص، يعني بصمة كده، بصمة صغيرة زي ما انت شايف كده، عشان بس ايه هندريها تاني بشوية البطمس بتاعنا. وعلى فكرة دي شأنها شأن زراعة الخيار، شأنها شأن زراعة الفلفل، شأنها يعني اللي يعمل الطماطم يعمل اي حاجة، مفيش مشكلة خالص في الصينية بتاعته. المفروض لها بصامة كده، بس احنا بس يعني بنوريكم حاجة يعني على الكميات الكبيرة، طبعا بيبقى في امكانيات غير كده، ولكن احنا بس بنوري نموذج للراجل اللي عايز، او الست اللي عايزة تزرع حاجة صغيرة يعني. طبعا دي قمة ال، بنجيب شوية بيتموس تانيين، نجيب شوية بيتموس تانيين، وبنبدأ نحط على الخلطة حاجة بسيطة خالص
اهي بنبدأ نحط عليها. مجرد انا بس ما مشيت ايدي كده هو هيداري، ماشي، هو كده هيدري لي ال حطيت شوية البطمس وابدأ امشيهم بايديا كده وبرويها، والصينية كده تمام جاهزة لان هي تتروي، بس اللي يروي يعني يكون حساس شوية سنسبل كده، ما يكونش يعني شارب كده، تمام. بنبدأ نروي الصينية بتاعتنا بعد ما عملتها كده. قلت بيتموس بتجيبه من عند الراجل اللي هو الجنين ده او بتاع المشتل، وبتبدأ نزرع الصينية بالطريقة اللي وريتها لك ديت. وبعد ما نزرعها بنبدأ نرويها كده، هو اهو بدش بأي حاجة يعني ما تتعبش نفسك، بنرويها كده كده يا جماعة. بس ايه ريق، قلت سنسبل كده تبقى حساس، يا ريت الخشونة بتاعت الرجالة دي ما تستخدمهاش يعني مع الحاجة الرهيفة دي، بالله عليكم تبقاش خشن يعني في التعامل مع النبات بالذات. بنرويها كده هو ريه كويسه، نشبعها بدش زي ده هو او باي حاجه كده. الصينيه روينا الصينيه، بنغطيها بكمان صينيه زيها، وبنلفها في حته بلاستيكه، صينيه زيها كده اهو. وبنرويها ونغطيها كده حتة بلاستيكة، ونحطها بنغطيها ببلاستيك. ودهيا على اليوم الرابع. في اليوم التالت بقى كل شوية كده تبص عليها، لو لقيتها نبتت زي الحلبة اللي بتعملها كده الست اللي بتنبت الحلبة، بتحطها كده مجرد يدوب بيضت كده وطلعت، نبدأ نشيلها، تمام، زي الحلبة اللي بننبتها كده بناكلها، بس مجرد ما نبتت بنشيلها، بنلفها لفة كويسة وبنسيبها 4 أيام هنلاقيها ابتدت تطلع. عندي 3 أعمار اللي هتلاقيها أكبر من دهيا شوية، تمام، كمان 5 6 أيام هتلاقيها زي دي بالظبط كده، دي عمره 15 يوم في الشتاء، تمام، بعد الإنبات طبعا. ديت أصبحت في مرحلة الشتل عندي أهين، هنعرف هنزرعها في الأصص إزاي.